على قدم وساق تعيد القوات المسلحة الأردنية هيكلة وحداتها وتشكيلاتها، وتعيد أيضا تحديد مهامها بما يتواءم مع المخاطر والتهديدات الجديدة التي تعصف بالمنطقة. ويقول خبراء عسكريون إن التركيز ينصب حاليا على تأسيس وحدات عسكرية احترافية بعيدا عن فكرة الجيوش التقليدية. التهديدات والتحديات التي تواجه الأردن كبيرة جدا، لذا على القوات المسلحة الأردنية أن تعيد تنظيمها بحيث تزيد من فاعليتها القتالية وقدرتها العملياتية على حساب الأعداد أو الترهل الإداري. ويرى معنيون أن استلام الأردن لاثنتي عشرة طائرة بلاك هوك مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية يشير إلى أن التركيز ينصب على الاعتماد على قوات نخبة قادرة على تنفيذ مهام أمنية وعسكرية وإنسانية بفعالية كبيرة. التنويع والتطوير مهم جدا، خاصة طائرات البلاك هوك اللي تدعم مهام القوات الخاصة هاي، أيضا طائرة الروسية أكبر ناقلة في العالم الحقيقة، وهذا من يأتي من عملية التنويع. وتشير التقديرات إلى أن عدد أفراد الجيش الأردني يتجاوز 100,000، وإن إعادة الهيكلة لا تقتصر على تقليص العدد وفعالية الحركة، بل تتعدى إلى ضبط الإنفاق العسكري وإعادة توجيهه. تماشيا مع المستجدات الإقليمية، تعيد القوات المسلحة الأردنية ترتيب أولوياتها العسكرية لتكون أكثر كفاءة، بما يسمح لها بحرية تنفيذ مهام خاصة داخليا وخارجيا. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.